بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فيديو جديد صديقتي لليوم معنا، اسمه قعيدة زمنية. كما تعرفوا بعد سيدي رمضان وتعبوا، هني نسجل معاكم شوية فيديوهات. أما على طبيعتها نعدوا عشوية ولا صبحية للناس اللي متونسة بيا، نعدوها مع بعضنا وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. من الضحك بدأت باش نحكيكم النكتة على للا. راهي للا تقتلني بالضحك، ساعات ما تجيش حاجات في الكاميرا. راه يا ربي هاي هزينة حوية من ساعات حاجات هاي هزينة حوية من هنا ساعات حاجات ما تجيش في الكاميرا. اسمعوا البنات، قلت لها للا ها صيه في ساعتي ساعتها طب هي قالت لي بالو بعد ما رقدتي خاطر انا ملي زرقت وانا شدني النو عاد قالت لي توا طيب التيه. قلت لها للا تو نطيبه في سافيس غدا. قلت لها ها في سعطار، جبتي لي بسم الله العظيم في سعطار، بسم الله العظيم الرحمن الرحيم في سعطار مطار بقيت فاتتكم هذه ما حبتهاش تفوت. عملت لها كيك ما هذه ما نقولهاش حتى هاي بيه خليني وردي بالك راه كل شيء مسجل عليك قولا وفعلا. والله ما يهمنيش انا من لا 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 انت كيك عملت في سعطار في سعطار فاس طابري شغراب وشي فص الطاب شي غراب فص فصطاب شي غراب ريش غراب ريش غراب خلنا حي هذه ها وين والله شي البنات تضحكوا عليا وتضحكوش عليا هاني كنت قدد حسب على كيدني انا كستي شوف لالا شوف الكبيره اللي تعمل فيها يا بعد اكل اختراع ها شمي الريحه مازال ما عملش فيه النعناع وريحتها فيها هكا خوتي قدد ولا اكر يا خويت تو تعدى تو تعدى بالدار شكر روح تو تعدى انا هي ذيك مش هو تعدى انا هي كنت نتكلم تو حسيب ها عندنا كيبات حلو تفهمنا من البارح انا ولا لا الحلو باش نقص خالتي قالت لك ما يساعدنيش ناكل برشا حلو قالت لك ندخل على روحي بالحلو هي ما تاكل في صباح وكيلا ما نقصش عليك انا حتى ما عنديش فيه داعي باش نطلع نطلع تاكل فيه من الصباح لليل لا لا الكذب تاعك هاي عندنا وش عندك هذه كعبه هذه كعبه صبريه طير هاك من صبريه مدي كعبه صبريه كعبه الصبلي في بالك كعبه الصبلي قاعد في كافتي كعبه الصبلي هاي صحه وبالشفاء اظن اللي قلت لك عليهم البارح شو حلو الصبلي ده لا قلت لك عليهم البارح شنو قلت لك عليهم؟ قلت لك راهم قعدوا ثلاثة ما نعرفش شكون ثلاثة أكيد أنت الصباح الصباح شنو كعبه البقرة وصحية كريتي البقلاوة صحة وفرحة شنو حلوة تجولي من نهار العيد أنا قاعد هذا مازالت موجود مازالت شنو مازالت تصمصة هذيك راهي هذيك الخاصة تاع الحلو قاعد مازالت الصمصة لا ها هي الصمصة لالا تاعي مازالت الصمصة مازالت ما يبيعك حتى شي في الدار أما لا أصلا غريبة لا 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 الغريبة ما فهمي والله ما مسيت حتى خطيني باهي تلعب تريسي أنت مال يا محطوطة راهي الغريبة مش لا بالحق الكعبة الأخرى كليتها لا كانت محطوطة اما بوما جدد ماني انا كي يفرق الصحن نمليه من الخص يا اخي لالا قالت لي من الغطاء نهار العيد اش قلت كنت كعبه هذه صبلي وكعبه نتاع معي نزيدك مطبق نتاع كنت ما نسيتهاش اليوم كنت شو اسمه علاش انا علاش نسيتي وقت الجماعه كليتي الكعك وكليتي نهار هاي كليتي وين جيت الساعه الصحن اللي فيه حطت لك منه كعك وزوزة وغريبة وبقلاوة نهار للنهار اللي جو هي نسيتي قالت لك ما كليت رجعت شي على امس شفت قالت كان شو اسمه انا فقدت فيها هكا صبلي وبارحة الاولى كي جوت لالا كي جو الجماعه شنو كليت؟ كليتي الصبلي؟ شفت صبلي والمقرو والمقرو باه لا حتى شيء وقالت لك مازالت الصمصه لالا صمصه كلها بالتاي تو نعمل من غير سكر وكولي الصمصه أنا تذوقي منهم الكل تهني بردت دينانك وهني من نافك شي يعني نساك في حد شيء الصمصة على خاطرها الكعبة كبيرة ومشخشخة برشا زما هكا واحد كاكلها كلها واحد ها باش نعطيك استنيني شوي بركا نعملك برد التاي حمر برد التاي ومقروض تحبي تزيدي من المقروض ولا يزيك يا حي ولا معناتها ما زلتي باش تاكلي من ما نعرفش على روحي تو ناكل ولا ما ناكلش ما تدريش انا عن ناكل راهو المقروض كل لكن المقروضة يعني نحب المقروضة عجبني المقروضة تاع دار خالتي باي خليه يثمي تحكميش علينا
ما كل يسوى. انا وكده بس حصنا يا البنات البعض انتم ماشي بينكم كده. لا خلي يقولي بابك شوفني انا حطيت في فمي يقولي كفاني. ما يخلي يقولي تقولي كفاني. انا نحط في فمي يقولي كفاني. الخير موجود لا ان شاء الله. ليه ما موجود؟ دهني مش تاكلي بحول الله ان شاء الله. يا الهي الكريم قديش الطريق؟ الطريق هب اعطيهم الصحة. عاجبني طيب. حتى ناخذ الرسيت فما اخذ نحييها صديقه ياتي فات نعطينا رسيت المقل. اول ما جيني الرسيت راني باش نعملها لكم بحول الله. خاطر انا بيدي ما عملتش راهو حلو ديالي عملت ما عملتش حلو ديالي عملت كان زوز مازالت الصابلي ومازالت المقل وطبعا ما حاشين حابه نعمله بار صار لا عملناش باش غريبه لا الحق توا غريبه عندي الحمصه ما مش باش نعملها انا باش نعطي مانيش باش نعمل هاني كليت الغريب. تحبوا تعرفوا التي طياره مش طياره بالكشكوش وخسروا الكشكوشه تفهموا كل شيء تعرفوني لي انا طياره في التي دوي ما واش عجبك هذه. ها بصحين الحلو زلنا راهو باش يخرج على خشومنا الحلو في الليل. ايك من لالا قد كيزيني منها انا الحلو من قالك زي بعد ذاك مش بس فيك اليوم زيني من باهي انا ما ثلاثش خطيه ذي العالة التونسي عالة نحنا هكا نعملوها لالا عالتنا ذي هكا ولا لا باهي شنو فيها فيها البراد ها هو البراد البراد واحد نصفوا فيه وواحد نطيبوا فيه التاي وفيها الحشيشه الخضراء وفيها السكر والحشيشه الحمراء الحشيشه الحمراء ما حطيتهاش خضراء هنا ما نطيبش التاي الاحمر اما اللي يحب التاي الاحمر يطيب ويحط وهنا عندنا النعناع انا ما شريتش النعناع الاخضر مشيت للسوق ما لقيتش نعناع اخضر كان نعناع ما لقيتش النعناع اصلا السوق ما فيش برشا حاجه خديت شويه فريز وخديت شويه وبطيخه تنوريكم الفيل الفيل باش نذوقوا الفيل هذه كاكاويه الكاكاويه اليوم مره لوز مره كاكاوي حتى لين نفرغوه حمص اللبلبي عندي راه حمص اللبلبي على فكره شنو اخر وهذوما الكيسان اللي باش نشربوا فيهم التاي وهذا الماء اللي جامو فيه وهاي الفورمة اللي باش نعمل فيها الكاكاوي هذه هي عمتك الفورم حاسين بطبيعتكم معنا في فيديو اليوم نتاع العالة ونتاع الجو هذايا والنعناع اللي صفيته غسلته وصفيته باش كي نقعد قاعده به لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله به خليني نقعد انا توا نجيب اش قلت لك ايه خل نوريكم الساعق باكو شيء الفريز ونوريكم الفريز ونوريكم البطيخ البطيخ اليوم في أفا هاي صديقاتي هي البطيخ هذه هي البطيخة اليوم باش نذوقوا الفيل أول مرة لقيت الدلاع راهو الدلاع الكيلو نتاعو ب 2050 ريال ما تشرش الدلاع اي ماشي خذيتش منه هذا البطيخ وخذيت فريزه باش نعطيه لالا تعملونا لالا تحبها بالزهر باش ولا نعملوه جو هو حتى البطيخ ان شاء الله تلقيها باهي والله ما عرفش لالا كيفاش يعرفوها البطيخه باهي بالريحه يقولوا تراه شمي لالا خليني نطلع فيهاش ريحه ما حسيتش فيها ريحه بالريحه نشمها ترى اختي ما جاتنيش فيها الريحه ممكن طاغيه عليها ريحه الفريز شمي ترى شوي انا مانيش ذكيه قبيله قبيله ما ذكيتش وشريت شريت ما شميتش مشمتهاش قبيله هاي خلنا نقعدوا القعده الباهيه توا صديقتي اما ريحه الفريز ما شاء الله صدر الفريز العربي شمي لالا ريحته تهبل انا راه عندي حساسيه منه كي ناكله ان يطلع لي الحبوب يوم علاش في وجهي نحب واكثر حاجه نحبها يعجبني ريحته يعجبني خاصه كي تعمل الجو جو بالحليب كيف عملت لكم في رمضان وقت شوفوا الان بابا حدنا ونحطينا هو انا قلت لي بعد هذا لا لا شفتوا كل حر شوف البنات باش نحكي لكم نكته انا نصو يا اخي هزت المخده وبعت قلت لي حتى من مخدتي طيرت قلت لي لا راه نصور نعمر براد التاي قالوا لي ما تجي او قالوا لي روح لل باهي البنات ديما تسالوني تقولوا لي فاتن كيفاش تعمري البراد نتاعك هذا التاي ها باش نوريكم كيفاش نعمره لما حلست الصيف كنت نوريكم
اليوم البنات حبيت نعمر البراد نتاعي بالتاي خفيف، مانيش باش نعمل حشيشه قويه خاطر تنجموا راهو قواه وتنجموا لا. باش نوريكم كيفاش نحط. نحطوا انا باش نعملوا مغرفه ونص، مغرفه ونص باش ما يجيكمش التاي نتاعكم قوي. حاجه اخرى تحبوا التاي ما يجيكمش قوي، باش نشلل الحشيشه هذيا باش نعملها نعملها شويه ماء ونمصمصها ما نخليهاش كيكا، يعني نسخنها شويه وبعدين هكا نغسلها نقولوا نحن شويه ماء وبعدين نصب لها الماء حتى تشوف يسطى باهي. تو باش نحطها على الغاز. الغاز هذه راهي تراي مش كيما الغاز الاخرى اللي البابور، لا هذه راهي غاز غاز فمسكر امورها واضحه. قلت لي مره الاخرى ربي يبقى علينا وعليكم الستر ان شاء الله. باش نحط توا البراد نتاعي، انا راه ما نحبش النار قويه فيها، نحبها تطيب سله سله. ودوب ما يسخن باش نصفيه. هنجيب الصفايه يعني تذكرت حاجه، هذا هو البراد نتاعي. وقته يمر بسرعه البرق، رد بالي من هنا حسيلو. اليوم البنات القعيده هذه تحت اقتراح للا بحكم هي قالت كانوا مقعدش القعده الشيحه وقعدت بصور واحد شي يقطع في ريش كذابه كذابه اللي هي ما تسمع فيا المونتاج قدي كيني تكذبي عليا تقولي هي كذابه. قلت لها راهم يعرفوني نفدلك معناتها انك انت كيفاش للا كذابه. قلت لي قلت انا قلت للا قالت زيني من اللحم، انت كنت تزيني من اللحم ونحب الدجاج قلتيها بعقلي شي يعرفوني كيف كيجي انا كنت تسطري وتحطي وحدك الحاسيل. ها ها غلادي جا البريد تو انا قاعده نعمل في التصفيه الاولى. شو نقول هكا كويس تي اخضر باهي كويس تي اخضر تو. اه البنات كنقول لكم لالا مش متوحشه متوحشه اللوز الاخضر. بصي برك ما نشهيكش اللوز الاخضر يا البنات وقعايده وقعدتي نتاع السطح هذيك وقت هذيك ديما نعملها انا. قلت لي لالا اسمعوا قلت لكم نتاع الواحات مساك ربي يفرج عليهم في قابس الواحات فيها حرايق. قلت لي لالا قلت لها لالا راهي الريح قويه وكلها في النار تاكل بعض. قلت لا 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 بودة ذي شنو؟ فاعل فاعل وذلك منين شيك انت المعلومات؟ مري يخدمي في المخ قالت لي لا لفتنا ذي بفعل تحرموا كاكا في وقت السخان ولا شيلي لا لا راهو الريح يحرق الريح الريح في شهر هذاك يعني النار واحده الريح تبدا حاجه بوده تاع دخان اللوح ولا حاجه بالحق يحرق يحرق. لا 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 خذي الريح الريح يشد في بعضه معناتها كي تبدا بون حتى بون تاع دخان اي حاجه ماشي معناتها مثلا نحكي لك صار القوه نتاع الريح تزيد تشعلها الدنيا ان شاء الله ربي يبرد عليهم وان شاء الله ربي يكون في عون الكيمياء والناس خاطر نشوفوا قاعدين توا نشوفوا ما يكون بوته دخان فما يكونش فعل فعل الله اعلم. اه كون جات في الصيف يعني وقت الحريق قال الشيلي وقت يقول لك يكون مش شيلي. اما هذه لا تديني مازالت ماشي خليني نصفيه تو باش نصفيه ونعمل البراد نتاعي. هاو يركرك البراد ما نمش ننحيها يزي يزي بتخش يغلى برشا سخنيه بكا سخير. ها شوفوا عاد البنات ها تقولوش فاتن مشي شاطر. شفتوا البنات ما تقولوش فاتن مشي شاطر. ها شوفوا البنات شكون قاعد ومكتف في يديه وشكون يطيب في كاس تي وبعدين نجي تقول لك انا علمتك وانا وريتك. علمتيني القعده علمتيني قلتي انا علمتك واش علمتيني؟ علمتيني القعده علمتك كل شيء. هاي باش نعملها خفيف نزيد نزود له الماء ونخليه يغلي تو بعد ما يكمل يغلي تو نصفيه كالعاده بسم الله ونغطوه ونقعدو توعدك به يا غلا. بعدين نعملو هكا شوي كاكاوية اجواء اجواء. تعرفوا البنات راهو الركشة دي نحبها لما حالها هي باش تبدا ماشية وتقلع خاطر الدنيا لالا باش تولي صيف وفي الصيف ماذا بينا ديما دلا حاجة باردة قاعدة في السطحية قاعدة في العشوية هكا في فيراندا
تبدا الدنيا هكا بارده شويه هكا عشويه. اما ركشه الشتاء ظلمه باش ننسوهم ان شاء الله ربي بقينا بخير العام الجاي. فانا حتى في اخر اللحظات نحب هكا نعيشكم الاجواء ذي اجواء جدتي. تعرفوا جدتي يرحمها كانت تقعد في الكولوار نتاع كوار كبيره وتحط اللوز الاخضر تبدا تعمل فيه بالمهريس والتاي الاخضر في الصيف والغله والماء البارد. مزيان ياخذ شويه وقت خليه يغلي قوي قوي شويه الغاز ماشي ياسر. انت قتلتيها ولا قصيتها؟ بارك قتلتها مره واحده. يا الهي ما تخافيش قلبي. قلت انا ديما عندي الفازه هذيك تاع الطب نبعد زي نحط صوابي على الشوش وغاديك عاد تنفعي انتي. لا لا بعد ما لا قشرون قالت لي لا تبعي لا بعدي في يدك وشنو؟ اي خنصفي البريت والبريت تاعفي لا خرج لي على جني خرج لي على الواحد. عرفت مين؟ فار خنط في الغاز الساع الله اكبر على الحق. عملته خفيف كيما نحب انا هكا نحبه تاي ما نحبوش التاي قوي اصلا وان كان خفيف شوفي لي مع المية نتاع التاي لالا شوفي نحطو السكر لالا مش مع المية باش نفتحو تشاوري فيه باه نحطو شوية سكر راهي فما ناس قالك ما نغلوش السكر خاطر مش صحي يغلى السكر باري عاد على خالتي راهي خالتي تقولولها ايميت تمشي السكر كما فهمتي. بسم الله توا نعملو السكر باش نعمل مغرفة ونص دي. مش عم غرفة وسط لنا منيش باش نكثر بركة يز سمح لالا يتشرب بها دي الأعصاب ومش قوي راهو ماء خفيف على الأخر هاهو لون خفيف على الأخر هنحطو توا نرجعو للغاز يغلي شوي مش ما يتحركش السكر ومن بعد نولي يبقى في قد ميت ما تخافيش اللي يخاف سلم اللي يخاف سلم هاي ما تغطيش راه يفيدك توي خليه عريه ولا حطي فيه مغرفه ضربات المعلمي حطي فيه المغرفه حطي فيه المغرفه قالك حطينا المغرفه شفت كيفاش نتعلم من عند المعلمي ونخلوه توا يعمل غلوته ياخذ غلوته وبعدين نصب له النعناع. النعناع ما نغليش وانا تغليه لنا النعناع واضح نجيش نقول لكم طريقه للهدر يا اخي فاض شوي اي خاطر يفيد السكر يفيد يز 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 خاطر عبيتي البرد ياسر يز 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 خنقص تو شفتو غير ماشي عاد تعمل لك يحط ماشي عاد خاطر البرد عبيتي ياسر شكون جا فيه لا واش نعمل تو بربي نبطع هالبقية اصلا انا عملتها هكاك باش نشرب وشربة كاس تاي باه هنا باش نحط النعناع هاي بسم الله لا تهني خويتي كيك هاهو البنات هاهو النعناع الشايح وذا نتاع البلاد والله يا لالا ريحته مصلي على النبي هذه وحده نعناع فاوح مصلي على النبي دوك تو نزيد نهبطهم شويه بالماء ونجي نصب تو باش نخليه هكا شويه يركح فيه باش ياخذ هاك القوه النعناع ومن بعد نولي نعمله في في الكيسين خلوني هنا نخلي هذه على جنب نعمر الفور نقول لالا صورتي بها وخليتيه ما عطيتكيش الكاكاوي راهي تقول عم بالكم عاد تقول لا ابدا يز انا ما تصغيش بالتيرو الكاكاوي لالا تحب تاكلها كاكاوي علاش لازم نعمل برشا خاطر مو خطر باش نعمل شويه للكاس اما باش تهزي حفنه في ديك عيب باش نعطيك شوي شنو مش رايحه راهو انا عبد الحميد ما ياكلش ما عرفش عليه عبد الحميد ما يحبش كاكاوي هو المرجان تاع الفوه انا راه جيني شاطره فيها عندكم يما شاطره فيها الكاكاوي انا ما عنديش وسع البال تاع وهيك ما رفضتش على برا شفت كيفاش قاعده تقرضي فيا لا
اقردي حركي حركي كسروت اقردي يا لالا اقردي نقصيني في الذنوب راه نقصي شوي قاز نقصي شوي قاز ياسر كيك سمعك كان جاتي واحدة انت تعلمي في لعبي تعليم فيه شفتوا حاجة نحن احسن جيل بنويتنا احنا معصري حدثي يعني هم محلول يقدروا روحهم في الدار ما شاء الله علينا ما نقصنا حد شيء قولي لي كان انا غلط ها ها واخد قداش قعدت فيته ولا العالة حطيتها وحضرتها وطيبت الزي حد شيء في لحظات وقتي كلش حميدة ها شوفوا هالكاكاوية متاعي قولك ها شوفوا بربي البنات ها شاطرة 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 بحق ربي شاطرة ليلة ديما تعاين شاطرة بناطر عاية ليلة نعطيك منديلة ورجليلها أمور كويس تاي عرفتي على السكر ولا لا أما راهو باهي خفيف احنا منحبوش السكر برشا في التاي تحبوا تعرفوا التاي طيارة ولا مش طيارة بالكشكوش الكاميون متعدي هاو كيسك هاو تيك وبهكذا اكون انا اتممت المهمه ها تحبي تشربي كاس من غير كاكاوي وبعدين كاس من كاكاوي لا هاي ها هاي شدي له شوفي 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 كل كيس لا 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 حنا شريت عطيتيها لي دي يعني غادي ذوقي وبعدين احكمي يا لالا روحي هدي لك الكاس الليله كل خفيف او ريحه النعناع تهبل تهب يا سلفات بربي مش خفيف خفيف انا صحيتي هذاك شنو نحب انا نحب كويس يهدي الاعصاب معبي بالنعناع وخفي والكاكاو قرمشيها وحده قالت لي نحب الكاكاويه نقرمشها وحده شوفي ها بزعتش كانت تحبي تبي كاكاويه ما نحب الكاكاوية حقيقة لا لا يزيني لا لا وانت وش عيب عندك انت تحب تقير بشي وفي دي مزيل مزيل برش انا نحب نحطهم في التاي لما كاسي اثروا لي هو كوب كاسي كيفاش نحبه لبنين نحب نعمره هكا تبدك الكاكاوية من فوق باش تعطيني شدي يزي لا لا يزي يزي حطي هنا يزيني هذا يكفيني بارك مليهم لك انت يا ضغط قوليها كيفاش نحبهم كعبات الكاكاوي قسمت هالكعب هاك زيدي لا لا يزيني خواتي ها هو بر كسي كسي نتاع التاي كيفاش نحب هذا البنات كيفاش نحبه كسي التاي شفت كيفاش تبدا الكاكاوية من الوطا ومن فوق نحب هكاك نجي عليه نحب يتنفخ تو نبقى لي كان باش نقول لكم بسم الله كل لا لا ماشي لا لا ما كليتيش كعبه الصمصه كعبه الصمصه مع الواحد ها كوليها بربي كوليه ويجي خليتها من غير صمصه ها نحي هذه كولي كعبه صمصه واش قولك في التاي بربي اش قولك فيه هاك شربتي يعني بني الزوز انا باش ناكل لا لا كلت الزوز مقطيه دير الله يحفظك تجدي في بلاي انتي هذا عرفيها أبو زوجي زوجي مش قولك حميدة في كاس تي صح نجيب الكاس غادي ولا نرجعو للكوجين اعطيني الصحي صحح بدنك ويفرح قلبك